الصبح هاي النتيجة تبعيتنا، في علي في فقاعات راح نعمل خبز مخمر سوردو بريد، واحد من ابيض ملان لحاله، واحد من خلطة ابيض واسمر لما الخميرة المخمر تبعينا معمولة من قمح اسمر ملان، قمح ملان. نعمل حاصل اجمالي منا احنا العجينة تبعيتنا تكفيها 600 جرام، فهم حطينا عليهن امبارح 600 جرام طحين، هذولا بدنا نطلع منهن لان 100 جرام اللي حطيناهن امبارح واستعملناهن، او راح يكون 500 جرام فريش. 500 جرام منا 0.7 ماء، 650 جرام، لا 600 جرام 0.02 تساوي 30 جرام ملح. خمسمية جرام طحين، هنا ابصري عشان الصبح صار شاربين قهوة، بعد القهوة هين غلط بالحساب، 12 جرام. ضفنا 350 ماي، صفرنا 12 جرام ملح. زي ما انتم شايفين كونت عجينه، العجينه هاي مش لزقه مدبكش كثير، بس بدناش ننسى العجينه فيش فيها خميره، ناقصها مكون الخميره من خلال ارتاح ساعتين، هذول الساعتين بترتاح فيها العجينه بتصير تكون فيها جلوتين، والجلوتين بكون شعيرات في قلب العجينه اللي بيساعدنا في المبنى تبعي رغيف الخبز بعدها. هاي المرحلة نضيف الخلطة للعجينة، نرطب ايدينا مي، نعمل خزوف بالخلطة، نضيف الخلطة على العجينة. كل هذا الشغل نشتغل مع مي، نستعين بالسكرابر، لما نستعملش الطحين ما نزيدش الطحين، انه العجينة جدا تبكى سعيدة انها تاخذ كل الطحين اللي بنضيفه وبتصير ثقيله، رغيف الخبز تبعينا بيطلع ثقيل.
احنا كل اللي بدنا نعمله هسه انه بنضرب العجينه، نضرب العجينه خليها تفتح ونرد ونسدها، نلفها نفتح العجينه ونرد نسدها على اساس هيك بنفوت الخلطه في قلب العجينه، وبرضه الجلوتين اللي تكون في العجينه نخليه يفتح منيح. وهذا هو بنلم العجينه بعد ربع ساعة نعمل عملية تقليب. ثاني عملية تقليب بناخذ أربع أطراف نفوتهم جوا، نرطب ايدينا بمي عشان نشتغل في الموضوع ما يدبكش العجين في ايدنا. واحد اثنين ثلاث أربعة. نسويها بعد ربع ساعة الطي الثانية، نفس القصة من أربع جهات، من برا من جوا. شايف العجينة صارت أكثر متماسكة، نقلبها. ساعة مرة أخرى عملية تقليب، ثالث عملية تقليب. نقلب العجينة نخليها ترتاح نص ساعة، نعمل التطشيجة الرابعة والأخيرة. ترى قديش العجينة صارت تمط، العجينة لأنه صار فيها جلوتين بشكل حلو، العجينة جدا بتمط. بدنا نعمل تجربة الشباك اللي هي أنا بمط العجينة قد ما بقدر بدون ما العجينة تنمزع وتصير شفافة، وبخليها تتريح هسه من ثلاث لاربع ساعات. مرات بنخليها اوفر نايت لانه بعدها راح نعمل الشيبنج، نكون الرغيف نفسه وشكله. زي ما احنا شايفين العجينة ضاعفت حجمها. لما العجينة في الخميرة القوية القديمة اللي بكت عندي من قبل ضاعفت حجمها بشكل جدا حلو، والخميرة البيضاء اللي استعملناها جديدة ضاعفت حجمها اما بنسبة اقل. تذكر الكميات كانت في الاول نفس الكمية 500 جرام طحين لثنتين. رايح اليوم الرغيفين، وهذا عمله ببينتون رغيف الخبز الابيض، خليه ينفخ بعد نقلبه على صينية نحطه الفرن. الثاني نعمله في وعاء معد خصيصا للكعك. طبعا اول شيء بدها نوب زيت، نحط فيه شوية طحين، بعدين بحط فيه العجين تخمر. جبنا العجينة اللي من القمح الابيض، هاي العجينة طبعا نعملها بشكل دائري نحطها في قالب البينتون. اول شيء بنطلع الهواء اللي فيها، نطلعها خليها تخمر الخمرة الثانية، وفي الخمرة الثانية بتاخذ شكل القالب اللي بنحطها فيه. نفتحها طبعا نحط اطراف صبيعنا شوية طحين، نفردها نسحبها نفوتها لجوا، 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 نسحبها نفوتها لجوا. طلع معنا الشكل اللي مدور اللي بدنا اياه. طبعا هاي الجهه كتحت اساسا لما نقلبها بتطلع فوق، لان هاي الجهه حلوه. هسه بنحط طبقنا بنحط ايدينا خلفها ونسحبها شوي شوي، نعمل قاعدين احنا
بسموه تنشن في السيرفس، بنلفها اخرى مرة. طبعا نستعين الاداة اللي معنا، نحط ايدينا وراها، نسحبها، نكعدها اخرى مرة، نرد ندورها، نعمل هاي الحركة 3-4 مرات. ما شايفين الفقاعات الموجودة هنا اللي صارت من قبل في العجينة. نجيب وعنا نحط فيه طحين بشكل حلو اساس ما يلزقش العجينة في الوعاء لما نقلبها. وبرضه نحط عليها عذيال كمان مرة طحينة، ونغطيها في القبعة تبعيتها، خليها تتريح شوي. رغيف الخبز الابيض كلنا نقلبه في صينية، نجيب صينية ونحط عليها ورق برغمون، بسم الله ما شاء الله. نفس العملية، نعمل له 1 2 3 4 نرش الماي، والجهتين بروحن على الفرن على درجة حرارة 230 لفرن مهيئ من قبل مع كوباية مي في كلبه أو صينية فيها مي على أساس إنه تعمل أبخرة في الفرن. الاشي مفيد جدا في عملية الغلاف تبعي الخبز.